الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو ونكسن واربعو تدبيل عطنك بيش تدوادي تولاي سنة دلو دكون لبي يلو عطنك وحد كسور واتان برامش كسو مالاي قدبادا تكود دابن دون تانا وحا كم انقن دونا ريز الوزاراها الصمالية وكاها اللي دقال كاود حي يدولو ديگان كا يسيدو كالحو قال شباب تاليس كا عيدا مادا دولو ديگان كا صمالي دا إثوبيا او شيغي اني سو افترين ويرر كي هالشباب يكو قادين مامول كا صمالي قلبيت عيدا مادا بليس كا بونتو لان وحي حابسي قا ديگان نين توري كو ويرري داد شعب اها مغالي دا قروبي هاوين كا صمالي دولو قو باقي حوچين تا دور كا يكو ليهين دولد نمادا قيوه هده حي برامش كينا نحط كو دوان دون تان قيبي حبنو ينكا سيدا حبين تا دراسة دا يسيدو كالو حبين تا ساداشة هبدا حبين تا دراسة دا انوان تا يدن كو قسو قد بين دوان وحو عيوان كيدو نقونا يا عنتو ينكا قفكا كعاب يا ينو هردو تا يالله وصيح دو نحيطا عنتو ينكا سي فا يدو يليد هانا محيطا هاي برامش كايا يدن كو قسو قد بين دوان يا كسو نوادا مركلي يبليوا سوا مالاي قيوه هره داوادياشينا يا برامش كانا غلا قيب قاطا كواسي وصوا وعيا نبركا شاشة دكا غموق دي اللي حال تضبو لحدان يافر سيديتان يافر افر افر دي سومالي يتوغان سومالي مالكا بحسن هدي يتوغان واتس افكا يا برامش كانا غلا قيب قادنا يان يغو نبركا سي سيف غريد سنة يسود وادا مركلي يبليبا برامش كا سومالاي ونحن قدف كوغو ري برامش كايان وغدغلي دونا داوديا شين برامش كايان غلا قيب قادان يان وقت يغدو وينو سين دونا اسي برامش كايان غلا قيب قادان داوديا هل كايت شوكتو سيدي لوغا قحوين يا سيدي سلوغو واب بريستي هذا هاي انت كدير تسمحي تهاي برامش كايان نلو داي كرتا هذي غنو بركاسي سوا وعيا ريز الوزارة حكومة دو فدرال كي وصمال يا حمزة عبد بري يا مركلة كهال لي دقال كاسوح دا دولد ديگان كي ودحي يعيد مدى ليو بوليس يدقالي هنكا ترسان الشباب او كغود بيا حدك الصماليا يتوبيا ريز وزاري حمزة يا بوغادي سيدا يعيد مدى دولد ديگان كي يا شعب كودا ويسكاشن يا يساقه رتاقين دولان كا الشباب وحونا تلمامين لغات كادي سلمر كان صواف تري دقال كد دولد ديگان كا سيدوك الوحو سيقود باقو غد ري شعب كا الصماليا دو كدل بداي إنا إلا شقيان دولة دودة سلوغو قولو يستوسو قيدة أمنيغا قودة يدالكا هادالكان إياه كسو آده إياه يدو حاتن حالة ديگان ندي لغو دقالة ماي دولك دولة ديگان كاي دقان تهي وحانا دقالة ديو قودن بيه يكادعين لنا عادق مدى فير فير أو كتالة حد كاي وداقان سوماليا يتوبيا لانكا كالي ريزي لزارة حمزة إياه كهاللي ودا شقيان تا دولة دا دحي إياه ورباهن تا حمزة إياه وحو ورباهن تا مدحا بنان وشيغي إن دليش الدولة دو أي صوبان ديگي كران لكن لو بهاي هاي إن إيسان لحد حاد كان نقون دقال كل قولة ترو عال شباب مدح بناها أو موضوعي دا سي كل دوان كهال لأي أيان مركاني إدن كود دو بيا وحانك سو بالله إنا دقناش السياسة دان كبلو حدي سنجرين حاسلون السياسة دان مينلي وحانك هال لنا وإن الدولة قبلة ديلا يدولة دحي ملاح دوض وين صار خلاف كان يحجر وين سنجرين مدح وين هي برايم مينستر سايست وين سنجرين قدوميه برلمان هي برايم مينستر سايست وين سنجرين دولة غوبلاديو هي دولة دخا لا يراهدو سايست وين لوايا انت اس ماركاي دعدو وها ابور ما وين سنجرين دولة سومااليد او عالم ك دولة كميدا لا ديريس وين لوايا عد ادونك كميدا سو لا ديرين ما جرتو
عيد قار نولنا مجرتو وأنا أنا دولة مركا وحانا هي حرة أو تبردرا سيدا درت عيد كاستو أو باهن هاي عيد أن قار وحلنا هنا مجرتو مركا أدونك علم لي صومالينا علما وحاربنا مركا ضدك صومالينا إني شيان عالم كان إلي شيان سياسيين تو هلكا أنك بلون أنت مركا نحيس أنا وحاربنا مركا إلا موبلايز جريء بالشدة، بالشدة وين لوعي جليها، وين السنة ما دنا أن تشنع سر رسمي أو تشنع، وأن دهنا سن عيان كان نمان كان سن صدق فينا، وين أسلس هو ده جارنا، وعشر كيسكم يلي نوتشو، وين أمين سنه، إن إن حال تلاوة أهرم رقادي كريم، وحسف سعين الدولة السمين كريم، حتى ضد إن العاون كريم، هدان أمني قال سوين، أمني كليه ما نمان كعذار لترتر الله صدق فينا. وح عن قبان كرنا مجرتو وح ما قبان كرنا هدينا أمني قصوي أمني قمرك عن قصوي كرنا إن كلين إن أمني كش ماشي قبل الصوم عليه دمرك لوجا بهيه ماشي أسواه وحاربنا شعب علماء دي يا جناح سلطدي يا قبله الصوم عليه يا قيبه هذيك الدوانة أرضي دي عدوة لبا إن الدجال كحس كشو وإنتان تشنو عن دقاقنا رنا ومجال هذا المقدشو أمني جنا وشقينا يعني استراتيجينا ولا كين دونا لكن مجال هذا حرمنا أسد هذا بقى أي هذا بلتك أنت كلاي نضم بس قلف وين بسعرا أول ليه هي وأنا بد تقول دي وين شوكتها قلف كهوستي سنة دحرية دي يا قشن كي يا ويحد ما وحرمنا ما كنا كهكف يدنو وأنا هنا كان هلا قصو قف كان هلا نضيفي وحلا نضيفي مركا حرمنا هنا سوق تقل وأن مجالدين النظيف صنو ومش عارفنا ندي كرنا كو إن عندنا ما كعيس تعرفينه عرب ترنو ولا وياه أو أسكري عن جبر سوما ولي يسبا ويل أسكري ويل سوما ليد مقوليس إن هذا جبر سوما ليد بيع يعند كتبودي ولي يسمى مقوليس هذا تصارع هذا الصبح حواي ده يعني كان هذا درس كان سوما ليد وأكتيهم ورر بالوقع هذا سوما ورر بالوقع هذا لو البريء كصاف شرين كو يقدرنا سببت ما تغنى سببت وحواي قبله الصومالية ده عرجاجي وفرم جيج جيجا أيها سوكر مدي وحواي مال كسته وحي كسته ميان ستيشن أي كو أروريان انترى يبيها يبابوت حتى شعب كلا قصو قاضي والله وقر أيها والله وقينا دي وليشي مركا أيها ومركي بوي دردرين بني مكي بابي واسو عفجرين أولريدي ماشي وحافنا وحواي تاغيرا ده بلشدة يشعب كواي مركا أنا وحان قوا إذنكو آدو مهدسن قبلها صومالي مرحي نوس عريه وزيرها دهنا ويكو جران إلهي إذن كيس كوتاد عصو حكا في عنا ويقاري دونان وأنا واجب قبلها صومالي إن برايورتس كيليهين إيا وحا أي مذيهين إلا مريو وإذن لقوا دولدة بروغرام كويكيني دونتا ويكشاقين دونتا بلشدة لغا شاقين دونا حان رواينا ديار قرودان وحان ربا إن دقال كاسلو ديار قرود علوس يسوس عون وإن من كاس سيمن أو اسكو مرعا وهوان استراتيجي وليس لو وضا سعودو وحاو بها إن لغو قاض وليس كدعش مركاس نبت قريدا لحلو وحالا سعونا يا هدي لها إن هذا وأنا أترق الله إن ملك استول حريه إن the stabilization كنا أول الله صعد برنامج كاس ومرك الله حريه أنا وحن وأنا الله هذا اللي عد كاستولنا عاوز سنة وكان هذا لنا وحن الله قبنا يوحوي وحرينا لنا لكن مرك هند ماذا حرينا أنتوا ماذا حرينا وعارنا أفر شيء اللي هلا دور شيء number one فيه لعب الهواين اللي هلا سكول كيرا المو تجي لهاين وين اللي هلا يا إسبتال كي راي MCH كي هبلوها كوم ولا هاينا المهل ودوين لها إلا هلا لو باين ولا هلا ستيشن بوليس كي يا محكمة دي إلا هلا ولا يا مرمى داتكو إلى governance كي إلى أيغو أي سميستانو استورتان أو حكم كلا داد تشيو أيضا ولا يا مرمى إنتاس أول سكول إنتاس أو إسلس أو توها كوركا كا حين دابا ديفيشيسين ودك مركا انت او سمينه سمعنا هذا دي بي جي سي انت اكو دعوات سميس
maamul kasta marka la sameeyo la dadajinaayo waxa dhex soconaya dib u heshiisintii haday beelo wax isu qabaan haday dadku wax isu qabaan haday dad Soomaali Soomaalidaas heshiiska ay inay wax ugu dambeystay inay maamul ay leeyihiin oo service-kaas u sameeyay inay helaan eedana waa laga maarmaan inta hadii la helo oo dadka Soomaaliyeedna ay halkaas dhaqaaqaas ay sameeyaan oo waxaan aniga aaminsanahay in kacaankaas hadduu dhasho oo shabaab diidka ah oo xornimo doonka ah oo nolol doonka ah oo soomaalinimo doonka ah oo lagu midaysan yahay waxaan aaminsanahay already nimankaas muddo kooban in laysku dhaafin karo nimanka haddayna dhaafaan dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad waxgal ah wadankooda ay ka dhisanayaan runtii waxaa inoo imaanayaa investment oo foreign investment oo meel soomaaliya meel laga saniyo oo meel laga soo gala lala yahay oo nabada waxaa weeye adduunka keensanaya shaqa abuurki baa imaanaya innaga waxaa inoo suurtagelaysa markaa dowlad isku filan oo territory-geeda ayada ilaashato oo xor si rasmi ah inaan noqon waxaan awoodi karnaa inaan dastuurkeena dhammaystirno waxaan awoodi karnaa inaan axsaabteena samaysano waxaan awoodi karnaa inaan doorasho qof iyo cod oo xor ah oo xalaal inaan samaysano waxaan heli karnaa oon awoodi karnaa inaan noqono regional power oo aada ogtihiin haddeertaan soomaaliya meeshay ku taallo muhiimadda ay leedahay iyo dadkeedu muhiimadda ay leeyihiin haddii ay u helaan inay dowladoodana si fiican u istaajiyaan nabadgelyadooda sugtaan waxaan rajaynayaa muddo kooban inay soomaaliya ay noqon doonto qibladii africa iyo caalamkaba oo ay regional power noqonayso oo halkaan laysugu wada imaan doono rajaynaya waa riyo laakiin waa riyo la xaqiijin karo si degdega loo xaqiijin karo haddii aan isbedelno oo dadkeena isbedelaan isbedelkuna qofku ka yimaadaa go-aan qof gaaray ayuu ka yimaadaa marka waa inaan go-aan gaarnaa oo aan shaqadaas qabsanaa inteenii ku dhimata waxaan aaminsanahay in ilaahay u naxariisanaya ilaahay idinkiis intii kalena nolol wanaagsan oo karaamo leh oo sharaf leh ayay ku noolaanayaan waa in musuqmaasuqa la dirino economic reformskii la waday waa wadayna oy dowladdu xoog bay saari doontaa haddii la yidhaahdo laakiin focuskeedu waxaa waaye oo dowladda iyo shacabkeedu iswata inay xoroobaan dalkan waa in la xoreeyo codsigeyga waxaa waaye dadka ugu muhiimsanaa tihiin hawshaas markay timaado waxaan codsanaynaa dalkan waa inaga wada dhexeeya waa wada leenahay dhallinyaraad tihiin kulligiin mustaqbal aad leedihiin beri halkan aad imaan anagu fadhiyaad soo fadhiisanaysaan dalkana dee suluudaadka jira dowladda ama awoodaha jira midda afraada tihiin marka awoodda afraada tihiin waxaan codsanaynaa idinkoo dhaliilaha dowladda sheegaya idinka oo dee dowladda aan u shaqaynayn ee bulshada u shaqaynaya waxay dowladda ku qaldan tahay sheegaya laakiin markay timaado dagaalka iyo nimankaas in la diriro iyo dalka in la xoreeyo iyo dadka in la xoreeyo waxaan aaminsanahay inaydaan neutral ka noqon runtiina waa dadaashaan waan idinka mahadcelinayaa naftii hurunimada iyo muddada dheer aad kusoo shaqaynayseen haddaba mid ka mid ah hagaasimayaasha warbaahinada madaxa bannaan ayaan waxaan ka wareysanay kulanka ra-iisul wasaaraha iyo bahda warbaahinta dhex maray waxyaabaha laysla gartay iyo siday u arkaan kulanka casuumaadda ee uu fidiyey ra-iisul wasaare xamse islamarkaana uu fidiyey bahda warbaahinta madaxa bannaan waa mahadsan tahay kulankan ma aha kii ugu horreeyey annagana lagu bilaabo wuxuu qeyb ka ahaa kulamo isdaba socday oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu uu ugu talagalay inuu la qaato qeybaha kala duwan ee bulshada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoo ka eegaya sidau noo sheegay danaha maslaxadda iyo danta qaranka iyo dalkan soomaaliyeed saddex qodob unbuu sidii uu ra-iisul wasaaruhu sheegay kulankan maanta uu la qaatay madaxda warbaahinta madaxa bannaan uu daarnaa qodobka koowaad wuxuu noogu sheegay
صدق كي بري لو ترى قالين وما ما نريد كوا هستيم بصوم مع هذا تيم كيس كلها وزير هذا سامي خواري أو شغله هذا في كده هو وين هيد صوب واحد بدن خيرنا يا نوين ده صوباري وشيء سدونه ده شيء سلاها كلها وزير هذا ما دام ترى كورين يشين ترى داس كورن سياسيين تيسكده خواري inay dhankooda ay xanaaqayaan taasina ay tahay waxyaabo ay san diyaar u ahayn oo ka carrayaan in bulshadan oo nabad badan ay ku yaalaan in bugooda buraleysu mariyo tareenka sida ugu kaftamay ra'iisul wasaaraha ay sanadna ka dhigna la wada saaraado markaasi bulshada loo qanciyo oo maxalliga tareenka loo wada saaraado dowladina ay ku dhisanto oo qodob ahaa iyo qodobka labaad oo ahaa maadaama warbaahinta ay yihiin ishii dowladnimada iyo sidoo kale dalka laga geli lahaay sidii ra'iisul wasaaraha ay shaqadiisa iyo waajibaadkiisa gacan uga siin lahaayeen ayna isu kaashan lahaayeen oo uu yidhi garbaan idin ka baahanahay annaga dhankeenna u ballanqaadna wixi karaankeenna inaan kala shaqayn doonno iyo si guud xaaladaha kala duwan ee dhanka amniga ah iyo duruufaha dalku maraayo iyo sidii waxaa la yiraahdaa ay u wada shaqayn lahaayeen warbaahinta si gaara midda madaxa banaan iyo weliba midda dowladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wuxuu ku dheeraaday ra'iisul wasaaruhu kulanka maanta la qaaday madaxda warbaahinta madaxa banaan qorshaha dowladda uu wasiir koowaad ka yahay dabcan ku wajahan 40 sano ee mandate ay u haystaan isagoona la wadaagay inay jiraan istaraatiijiyo dhinacyo badan taabanayso midan amniga ugu horeysa sidii guud ahaan amniga waddanka dowladdu ay ula wareegi lahayd gacanta ugu dhigi lahayd istaraatiijiyada dhanka dhaqaalaha waddanka dhanka maxaa la yiraahdaa mashaariicda dhismayaasha oo uu tusaale soo qaatay in haddii waddanka uu nabad helo maalgashiyada dibadda ee hadda banaanka ku xaniman inay kusoo furmi lahaayeen halkaasi fursado ganacsi iyo shaqo inay ka abuurmi lahaayeen dabcan riyooyin tiro badan oo uu la wadaago madaxdii warbaahinta madaxa banaaneyd ee maanta kulankaas timid uu sheegay inay tahay hadafka ay ku taamayaan ayna u socdaan sidii ay u hirgelin lahaayeen marka intaasa ugu waaweyneyd tiro laba jeer oo kale mise hal mar oo kale yaa sida lagu sheegay mashquulka iyo duruufaha dhanka waqtiga ee ra'iisul wasaaraha haysta ee ballan noocan oo kale inta la qabtay ay suurageli weysay waqtigii soo ciriiriska ahaa tan lafteeda sibay yar kooranka lagu talagalay ma aysan wada imaanin oo duruufaha iyo waqtiga isku koobnaadayada lafteeda ku dhacday marka haddii aan soo koobo kulankan kulamo joogta dhabcan qeybaha ugu muhiimsan bulshada oo mas-uul kula qaadanaya bay qeyb ka ahaayeen kuwana way naga horreeyeen kuwana way naga dambeeyeen intaas ra'iisul wasaaraha sida hadalkiisa ka muuqatay waxa uu sheegay in baaxda warbaahinta ay soo bandhigi karaan dhaliisha dowladda wuxuuna ugu baaqay inaysan dhexdhexaad ka noqon dagaalka lagula jira al-shabaab ma u sheegteen ra'iisul wasaaraha caqabadaha jira ee amni darada ah oo wariyaashu ay wajihi karaan niyow caqabadaas wayba jirtay oo annagaaba dhibanay dowladda waa oo waxaa jirtay haddii aad la socoto weegii hore tiim ka tirsana warbaahinta madaxa banaan gaar ahaan arlaabii ama warteelka arlaabii media oo iyaga waajibaadkooda shaqo gudanaya tacaddi indhaha dabcan aan lagu fiirin karin askari canshuurta iyaga laga qaadayo lagu biilo uu kulag u geystay ceelqalow ama aan dhaho aagan biyo degeenka guuda xubay sidoo kale waxaa jira handadaadi joogto oo ciidamada dowladda ay ku hayaan baaxda warbaahinta iyo weliba in mararka qaarkood waajibaadkooda aysan sidii loogu talagalay u gudan karin caqabadahaas iyo kuwo kaloo isbiirsaday oo inaga gaarino ah waan la wadaagnay wuxuuna ballan qaaday in wax laga qabanayo si gaara dhacdadii ugu dambeysay ee arlaadii tiimkooda ku dhacday wuxuu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in lala xisaabtami doono xisaabtaasina meel cada imaan doonto oo tiimka dhibkaasi geystay hadda fariin lagu maqan yahay
بله ولی این داشتن واجد که دی اومارین دوره سیگود میتونن ویر در حال لگم نگون کرده و شکلی لشکریسیه دوباره دستور مسئول کوهها هدف کیس یا طبعا تارگت که دولت دو تیسین یهای بلوغه یونر ولی ویر تا در حال لگم نگون کرده أنا أقول به إنت نوشي أن كان أودن يكران كان الذي إن أنه دول دنقوس نول هاي أنك على شقه إنه إن وواجب نصارا وحيابها سي وقيره أبو مهم سنة طبعا سهر بركة يدرو فهم بنك بركة إيو محل إيراه ذا أباره إيو إنت أس أبو مهم سنة وركي وقال فيه يترد بذنو ما أبقى أما إسكوب كا دولة بن أردن كا وكتير سين يهي ودجيسان بلوغا ولي أن لداه فرن يو قيبا كم إذا سهر دا عنو لو ذا بما داما قيبا لغم ممسانا بلشدا نحاي سيطان هدي أعود لغانا ميديوهين الباب كي لغي لها دولة نمدا إيا طبعا سيستم كا إسكوه إرا بلشدا أين إيهين داقيهي بلشدا فرين تأيو ورجيت لفر إن بلشدا لغو دا بلوغ بلها وقدم بنتي رئيس وزارة مرمي لصور دا فكلمة بدن ووداي وبلشدا قيباها كالدونة بلشدا ولقا عدن إيهي وحن مثل مالكتين رئيس وزارة ما داما أرين تان أكوض هذا الشيء وعقوضها تشيرا أتكلا هذا الشيء طبعا كولان كان واكي اوه رئيي سي اوفيشالا كولاما كادن باي عده دون هدي لا هاي لا هدو دولة دوني دا لغا رباين اسكول لاباتا سيدي آنو اشاقنا يو تارغت كوضا اني نولي مادان يوحي آنو غبا هن هاي انغا كا فيلي هن وحي لان كيانا ديار لنا ديار لنا تاليسكا عيدن مدا دولة ديگان كاسو مالي دا يا شاقين اسو افترين weerarkii al shabaab ay ku qaadeen maamulka Somali state weerar al shabaab ay dhawaan ku qaadeen al shabaab ayaa maalmahan noqday mid sii xoogaystay kadib markii dagaalyahanno hor leh oo ka tirsan al shabaab ay ka gudbeen xadka dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka ayaa waxay sheegay inay soo abjareen dagaalkii al shabaab ay ku qaadeen dowlad deegaanka taliyaha guutada afaraad ee ciidamada dowlad deegaanka ayaa sheegay in weerarka ay soo abjareen isagoo u mahadceliyay shacabka dowlad deegaanka iyo ciidamada amniga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dagaalkaasi xoogaa gal shabaab iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa noqday mid la hadal hayo isla markaana dhaliyay qasaaro dhowr ah oo isugu jira mid dhimashay mid dhaawac iyadoo aan la ogaan karin qasaaraha dhabta ah iyo sidoo kale kan wacyi ka dhashay dagaalkaasi u dhixiyay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xoogaa gal shabaab ولی سومالا یاد داوری سان قیبی دحیه یانس لسوگار نیمارکن قیب تفرسان بذار. We'll be right back.
كلنت هسه سوغان كله قيني سفادم قاسم هليلو هستي ضل كيغو هالكاسيان هو طلع بيرنك ودنيجا برامجك صملا يات كل حدا ونستون وقيسها إنك وقط طلع قال لنك ودنيجا يينا قيب كايتة استاسي مركنا ورك صملا ده دينو دي بقول الله ونو إتوبيا أي جورنو شا إسق صارها دجال كيد دول ديجان كصملا ده إنما ده دول ديجان كصملا ده هي دلز ديت نيشان دجالي هنا وكتير تنا على الشباب intu suuday isku hor imaad ka dhacay xuduuda Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia isniintii sida ay sheegtay daacadda dawladda Ethiopia iyo sidoo kale taliye sare oo ka tirsan gobolka maalmo kadib markii xogagaal shabaab ay weeraro naadir ay ku qaadeen deegaankaasi dagaalkan ayaa sii kordhinaya dhibaatooyinka dhanka amaanka ah ee uu wajahayo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed oo isku dayay inuu damiyo kacdoonka ka socda gobolka Oromada isla markaana uu dajiyo mucaaradka aan raali ka ahayn ee ku sugan gobolka Amhaarada isla markaana uu wada hadal nabadeed la bilaabo gobolka Waqooyi ee Tigreega telefishinka Ethiopia ITV ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ay dileen 85 ka tirsan Al-Shabaab tiro intaasi ka badan ay ku qabteen degmada Feerfeer oo ku dhow xadka Soomaaliya taliye ka tirsan ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida oo codsaday magaciisan la xigan ayaa sheegay in 85 ka tirsan Al-Shabaab ay dileen oo kala dawrarka ee Reutersna uma suurta gelin inay la xiriirta ayaa la yiri afayeen uu la hadlay Al-Shabaab si ay uga hadlaan arrintaasi taliyahan ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen guud ahaan 243 ka tirsan Al-Shabaab tan iyo markii ay weerareen laba tuulo arbacadii la soo dhaafay isla markaana 22 ka mid ah askartaasi looga dilay dagaalka mid ka mid ah dadka ku nool Feerfeer ee xuduudka Soomaaliya ayaa sheegay in xubno ka tirsan Shabaab dib loogu soo celiyay Soomaaliya intii uu socday dagaalka ka dhacay Ethiopia isniintii weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto Soomaaliya ayaa ah kuwa naadir ah sababtoo ah ammaanka Ethiopia oo xoogan dartiisa Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo federaal ah oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika وهذاك دا وضيال قدهان التاسية يانا تعالى هنا نكسو قبقبيوه برامشكي صومالاي وانا فرصة مدي ودى تشريد احمد يارا يسيدو كلم حمد قيلي تاني برامشكي نحيقة انتا نكو كل مدور نسيدا ينبت قيليو موسيقى